الشخصيات العامة سواء في الفن أو في الإعلام أو في الآخر. والحقيقة السعادة عندي بتبقى مضاعفة لسببين. السبب الأول لما التصوير والتكريم والتقدير يجي من الجمهور ومن المشاهدين بيبقى له تأثير كبير جدا علينا كعاملين في مجال الإعلام، لأن بتحس إن المجهود اللي أنت بتبذله بيبقى مقدر في حد بيقول لك أحسنت وكمل ويتفاعل إيه حظ دي؟ المطار السعادة الثاني انه انت بتتكلم عن المشاهدين وجمهورنا من الخليج العربي، وده ملوش معنى واحد عندي على ان مصر حضرة